يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة دسمة جدا، عندنا العديد والعديد من الأخبار المتنوعة سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وقبل كل ده طبعا كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وكل التفاصيل الخاصة باستعدادات النادي الأهلي خلال المرحلة الهامة جدا الحالية. كمان منتظرين تواصل حضراتكم معنا وتفاعلكم من سؤال أو من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو سؤال خاص بأداء المنتخب امبارح. رأيك في إيه؟ تقييمكم لأداء المنتخب بعد الفوز على فريق توجو أو على منتخب توجو بنتيجة 1-0 في مباراة كان مهم من خلالها أن المنتخب يتأهل أو أن هو يفوز عشان يواصل مشواره نحو التأهل لبطولة الأمم الأفريقية بإذن الله تعالى. فهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد. دائما البداية بتكون بأهم العنوان، يلا بينا. في ترند الأهلي، فحص طبي لمحمد هاني الثلاثاء. في الترند المحلي، بعثة المنتخب تغادر إلى توجو. أما في الترند العالمي، طبيب المنتخب معنويات محمد صلاح مرتفعة. تفاصيل كتيرة جدا جدا هتكون معانا بس بعد الفاصل، انتظرونا.